فكرة عظيمة من ناحية الماركتينج والتسويق، إن كأس التحدي وكأس ديربي الأمريكتين لما الفيفا وصل النسخ هنا إلى قطر تم يعني عمل جولة خاصة بالكؤوس في بعض الأماكن السياحية هنا في قطر. كؤوس رسمية من الاتحاد الدولي، هي كؤوس قارية يا جماعة. يمكن في مصر نعرف في كلام كتير على موضوع الكؤوس، كؤوس قارية بميداليات، ويمكن مباراة الأهلي وباتشوكا هيكون في جائزة كمان مان أوف ذا ماتش، ودي حاجة إضافية بخلاف بقى الفاينل أمام ريال مدريد. صحيح. شوف إشراك المجتمع بشكل كامل، التوعية بالمجتمع بالمباريات، خصوصا أن لا تنسى حاليا احنا في دولة قطر في هذه الفترة دائما عديد من كثير من الفعاليات الموجودة، موسم الشتاء عندنا والأجواء جميلة وأنت شايف أستاذ محمد. أكيد. كبيره من الفعاليات، كان عندنا بطوله الفورمولا 1 متواجده، بطوله الانتر كونتيننتال الحين قائمه، في عديد من الفعاليات اللي خاصه بالسياحه، فلازم تظهر بطولتك بشكل مميز. التواصل، كان عندنا مشاركه في بلاس فاندوم في فندق وفي مجمع بلاس فاندوم، وشفنا حضور صراحه مميز وكبير من الجماهير، فرصه لالتقاط الصور مع بطوله مع كاس رسمي لبطولة رسمية، كان متواجد معنا خلال مباراة باتشوكا، وبكرة الكاس إن شاء الله راح يكون أيضا في منطقة الفعاليات متواجد لالتقاط الصور، فالفرصة موجودة، ما عليك إلا تحضر المباراة فقط إن شاء الله.